السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أم زكريا. إذا كنتي أختي الفاضلة أول مرة كتشاهدي القناة ديالي، كنتمنى تشتركي معايا فضلا وليس أمرا. إذا عجبك المحتوى ديال القناة وبغيتي تبقي تشوفي بحال هاد الفيديوهات، خاصك تضغطي على الزر الأحمر وعلى الجرس، أكيد الجرس، باش يوصلك كل جديد ديالنا. طبعا إذا كان كيعجبك بحال هاد الفيديوهات، ونتمنى تشاهدوا الفيديوهات كاملين حيت عندي المشاهده ناقصه وناعسه. المهم انا في ليفتيس عزيزاتي كنشوفوا الموضه اللي خارجه. هنا لي بوت اللي هكا قصار دايرين 19 اورو و99. هادو قوامج ولكن سخان، يعني كيجيو على شكل جاكيطه حيت هادو سخان بزاف، تلبسي تحت منهم غير شي حاجه خفيفه فهاد الشكل هذا. خارجين هادو خارجين بزاف، هاد الستيل هذا الكارو. والكبابط اللي وريتكم تا هما كاينين بكثره، هادو تا هما 25 و99، هادو تا هما مزيونين. هادو بحال لاستيك التوب ديالهم، بحال كيتجبد يعني. هاد الكبابطات تا هما فنين، هادو كاين هاد اللون وكاين البيج، وجاو الكميمات مقبوطين من التحت. وهذوك اللي حداه في بحالهم موديل واحد، وكاين الكحل هاد الوان اللي فيهم. هذه ليفتيس اللي في صول البنات، يعني الاخوات اللي كيسولوني ليفتيس اللي في صول. وهادو تما 19 اورو هاد لي فيست، هادو اللي دارجين على الموضه، كاينين في سترادي باريوس، كاينين في هادي في ليفتيس، كاينين في بريمارك. واللي بغات تشوف راني لحت جوج لعشاق بريمارك، راني لحت جوج فيديوهات اللي بغات تشوفهم ديال الاحذيه وديال الملابس، شي حاجه رائعه يعني. ما تنساوش تشوفوا الفيديوهات، يعني اللي مر وشاف هذا الفيديو وسمع هذا الميساج ديالي كنتمنى تشوفوا الفيديوهات كاملين وتطلعوا لينا القناه فضلا وليس امرا، باش تشجعوني نبقى نعطيكم. حيت هادشي راه ربي اللي عالم، راه كنضربوا التماره، عرفتي، راه كنخرج من الخدمه وكنمشي نغرافي الفيديوهات، وماشي ساهل تشدي الكاميرا وتبقاي تصوري. السي وريدات كيقدر يقول لك ما تصوريش، يعني قدروا الموقف ديالنا وشجعونا، الله يرضى على خواتاتي. كاع اللي شافت هذا الفيديو وتفرجت فيه وعجبها، نبغيك تبارطاجي عزيزاتي، حيت البارطاج مهم جدا مع صحاباتك، مع اي واحد عندك في الواتساب الفيسبوك. وباش تطلع القناه الله يرضي عليكم، راه حنا القناه ناعسه بزاف، تشجيع منكم لنا. هادو كبيبطات تاهم 19 اورو، الستيل هذا في القب مزيونين، هاد الستيل تاهم كيجيو بهذا الشكل، انا كيعجبني هذا الموديل، فيه هاد الكري ناصح وفيه هذاك اللوي اللي وريتكم في الاول. وهادو التريكويات هكا كيتلبسوا ديال الصوف سخيخنين، هادو هما اللوينات اللي فيهم 15 اورو. كنضر كنتبعوا سمعوا الهضره وتبعوا الاثمنه الا ما ذكرتش هذا الثمن ديال شي حاجه. وهادو تا هما تريكويات طوال كيف كتشوفوا، فيما مشيتو كاينين، يعني فيما مشيتو غتلقاوهم، يا اتشي ايمي، استرادي باريوس، كلشي كاين هاد الموديلات تقريبا موديل واحد. والاخت اللي قالت لي سفيره، هذاك بوت حتى هو 19 اورو، ثمن مناسب. ومني كيديروا الرباخه البنات راه الحوايج غير كيتلاحوا، يعني كينقصوا واحد الدرجه طايحه بزاف. اللي بغات تصبر تيديروا الرباخه تصبر، يعني غير هو ما كيبقاوش شي مرات ما كيبقاوش الموديلات، يعني كيديهم الناس انتي وزهرك، يعني ملي كتكون رباخه انتي وزهرك. وهذو كبيبطات حتى هما، هاد الموطه الدارج على الموضه، يعني كاين بكثره هاد اللون هذا مزيون. ونتمنى تعاونوا معنا الاخوات، يعني باش نطلعوا، راه حنا جايبين 3 سنين والقناه بقى تحت الصفر، يعني بقى ما طلعتش ولا درجه، يعني كيبغي الدعم، هادشي كيبغي الدعم. هذا حتى هو في هاد اللون وفي هاد البيج، هادو حتى هما مزيونين في اللبسه. وهذا موديل اخر حتى هو في الزيتي. المهم اللي كيعجب، انا كنشوف اكثريه كيشاهدوا هاد الفيديوهات هادو، ولكن ما يعني كيكونوا كتشوفوا الفيديو وكتمشيو، يعني ما كديروش اشتراك. كنتمنى ديروا اشتراك مادام شفتي الفيديو عجبك وكملتيه، يعني راه كيعجبك هاد الفيديو، خصك ديري اشتراك
باش نبقى انا في ملحت بحال هاد الفيديو تشوفيه بلا ما تبقاي تقلبي على القناة وتلف ليك. فلهذا كنوصيك ديري اشتراك، الله يرضي على اختي. هادو قوامج كسوة يعني في هاد الشكل هذا، وفيهم الكميمات هكا مقبوطين. كاين هاد لي بوط هادو مفتوحين في الجناب، فيهم بحال بزيم، هادو تا هما كاينين بكثرة. وهاد لي بوط هادو على شكل عمارة. شكون اللي غيلبس هذا خايتي؟ شكون اللي غيلبس هاد الطالون؟ هادو كسيوات، هادو بالنسبة ليا أنا كيستغلو صيف وشتاء، كيتلبسو يعني في الصيف بالنسبة حنا للمحجبات راه عراض ومزيونين، ما لاصقين ما والو، كميمات والتوب ديالهم ما كيبينش. بالنسبة تستغليهم تا هادو كلشي لابسهم، تستغليهم تا للصيف يعني تشري تلبسها صيف وشتاء. وهادو كسيوات ديال الصوف تا هما طوال على شكل تريكو، هما طوال تا لتحت، هادو مع لي بوت شي جاكيطة يجيو صارعين، يجيو فنين. فيهم هاد اللون، فيهم البيج والكحل والقري وقيلة، هما هادو راه كيتلبسو كيجيو رائعين جدا. عاد بالنسبه للاخوات اللي تيكونوا هكا زايدين في الوزن، كنظن ما عندهمش طايه، ما كاينش طايات كبار، هادو غير طايات تال اكس ال وقيله. وهاد لي بوت تا همايا فيهم السنسله هكا، هادو تا هما تريكويات كيف الاولين اللي وريتكم، هما ريهي. وهاد السيكا اللي عندهم تما 12 اورو، الشكل ديالهم رائع جدا. وهادو تا همايا بحال ما عادش نقول لكم هذاك الشكل ديالهم. هاد القويم جات تا هما، كيف غنقول لكم على الكساوي، غنقول لكم على القوامج تا هما كيتستغلوا صيف وشتاء، كاين قوامج طوال وكاين قوامج قصار، يعني كل حاجه وغادي تستغل اللبس ديالها. هادو تا هما التوب ديالهم طايح، هادو طوال واللي وريتكم الاولين ما طوالش بزاف، هادو طوال يعني هادو جايين تحت واصلين شويه الركبه. هاد اللوين كيف كتشوفوا مع شي سريوي البيض يجي رائع جدا، قصبي ولا شاد اللون ما عرفتش داك اللون شناهو. هادو تا همايا كيف قلت لكم موطارد راه شانع، فين ما مشيتو كتلقاو الموطارد. انا كنهضر بنغنغه، سمحوا لي راني مروحه ضربني البرد، كنهضر منغنغه. قبلوا على موجود هاد الجاكيطات تا هما فنين، هادو رائعين حمقوني، كاين هاد اللون كاين الفضي. طبعا بالنسبه للمحجبات تلبس معاهم شي حاجه طويله كيجيو زوينين، شي قميجه تكون طويله واللحام من فوق كيجيو زوينين. وهاد الجينه تا هما عجبوني، الستيل ديالهم عريض ماشي دوك المزيرين، كطول من التحت كيجيو سبور واعرين، هادو كيجيو رائعين في اللبسه هما. وهذاك اللون اللي حداهم هذا ستيل واحد، هذا جين وهذا في الباج ولا المارو ولا شي داك اللون. بالنسبه للناس اللي سبور كيبغيو اللبسه هكا لبس سبور، هادو الجاكيطات ديال الجين طوال اللي دارجين هذه فتره باش دارجين على الموضه، يعني كيتلبسوا بزاف، كاينين دوك مشرقين كاينين. دابا كلشي ولا يلبس المشرق، الغني والفقير. قاد ربي قاد علينا. الوقت قادات، ما بقيتي تعرفي كلشي لابس المشرق والله العظيم. هاد الزبرديلات تا هما فين ما مشيتي كاينين، 27 اورو. هاد السري ولات عراض، دادو تجين عراض تا هما كيجيو فنين في اللبسه. هادو بالنسبه للجاكيطات دوك الذهبيه اللي وريتكم كيجيو رائعين معاهم. هادو بوطاس تا هما 22 اورو. بالنسبه للطالون يعني تقدي تلبسيه. وهاد السبرديلات هادو تا هما يا كاينين بكثره، الشكل كاين تا بزاره ساره ساره او زاره. هادو تما 9 اورو بالنسبه للاخوات اللي كيبغيو يمشيو مرتاحين سبور، هادو كيعجبوني انا بالنسبه للخدمه هكا تمشي مرتاحه. هادو 5 6 اورو، والسروال 6 اورو، يعني تشاندال طلع لك ب 12 اورو زوينه، تقدري تخرجي بها، تقدري تنعسي بها يعني بحال بيجامه تقدري تستغليها، وثمن مناسب جدا. كاين في هاد اللون، كاين في الزرق، كاين في البيض، كاين في الكري، كاين هاد المنمر، كاين بزاف الالوان.
يعني تختاري السروال والتريكو وتجي لبسه زوينه. هادو كاملين هاد الجهه كاملين تريكوات هكا، هذا في هاد الكتبه هذا تا هو. ومع السلامه عزيزاتي، الى فيديو قادم ان شاء الله، انتظرونا.